برحب بكم مشاهدينا مرة تانية. كل أم دايما بتكون حريصة على إن هي تهتم وتعتني جدا بأسنان أطفالها وتحافظ على نظافتها وعلى شكلها الجمالي، خصوصا الأسنان اللبنية اللي هي بتبقى مع الطفل لحد 7 سنوات أو 8 سنوات، وبعد كده بتتبدل الأسنان اللبنية بالأسنان الدائمة اللي بتفضل مع الطفل بقية عمره. الأسنان اللبنية بنلاقي إن هي بتطلع مع الطفل من سن تقريبا 7 شهور أو قرب السنة، من سنة لحد 7 سنين، دي بتبقى الفترة اللي بتبقى موجودة فيها الأسنان اللبنية، وبنلاقي إن البراعم الأولية لهذه الأسنان بتظهر في تقريبا الفترة الأسبوع الـ14 من الحمل، بيتم اكتشافها من خلال الموجات الفوق صوتية، ومع الولادة وانتهاء فترة الحمل بتظهر البراعم الأساسية والدائمة للطفل في الفك. النهاردة عايزين نتكلم ونعرف ازاي ممكن كل ام تحافظ على اسنان ابنها او بنتها، وازاي كمان ممكن يتم عمل تقويم للاسنان للحالات اللي بتحتاج ده. هنعرف ده النهارده من خلال ضيفي العزيز اللي بيشرفني في هذه الفقره، هو دكتور جمال محفوظ الجيار، استاذ طب وجراحه الاسنان. دكتور جمال، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، برحب بحضرتك. دكتور، في البدايه كده عايزين نعرف من حضرتك الى اي مدى الاسنان بشكل عام بتعتبر جزء مهم جدا جدا في الانسان. طبعا الاسنان ليها وظيفه اساسيه، بداية طبعا المضغ وتجهيز الطعام للهضم. تمام. اللي بيفقد أسنانه بيبتدي يعاني من مشاكل في الهضم. تاني حاجة، الأسنان مهمة للناحية النفسية والشكلية الجمالية كمان. بالظبط، لأن أي واحد بيفقد أسنانه بيبتدي يبعد عن المجتمع، يبتدي يسمع تعليقات، فيبتدي يبقى منطوي. الحاجة الثالثة، إن الأسنان ليها دور كبير جدا في إن مفصل الفك يفضل سليم. لأن فقد الأسنان بيبتدي الضغط على المفصل يبقى مش طبيعي، والعضلات تبتدي تبقى مشدودة، ومع الوقت يحصل مشكلة في المفصل ونواجه مشكلة إحنا في غنى عنها. فعشان كده فقد أي سنة سواء لبنية أو مستديمة لازم يبقى ليها بديل. تمام. طب دكتور، بالنسبة للأطفال بالتحديد والاسنان اللبنيه اللي بتبقى كل ام خايفه جدا من موضوع الاسنان اللبنيه وخايفه ان اسنان اولادها يحصل فيها اي شيء، الى اي مدى الاسنان اللبنيه تعتبر اسنان هامه جدا بالنسبه للطفل، والى اي مدى احنا محتاجين يكون في عنايه خاصه جدا بهذه الاسنان؟ ده شيء مهم جدا طبعا. وللاسف بعض الناس فكرها ان السنه دي هتبدل فخلاص مش مهمه هنشيلها. مش مهمة دي. هنشيلها. لا، السنه دي ليها دور اساسي وبتبعدنا عن تقويم الأسنان اللي بيحصل بعد كده، لأن فقد السنة هي السنة بتحجز المسافة اللي موجودة فيها، وبالتالي السنة المستديمة تطلع تلاقي مكان ليها. لو راحت المسافة دي بيبتدي السنان تتزاحم بقى ويحصل تشوه في شكل الأسنان. بالظبط. فالسنة مهمة في وجودها، إضافة إلى الوظائف اللي احنا قلناها. تمام. طب طريقة الاعتناء بقى دكتور بالأسنان بالنسبة للأطفال، الأم تعتني بأسنان أطفالها إزاي؟ بداية الطفل الرضيع بنبتدي نجيب قطنة بمية دافية ونمسح الفكين. تمام. لما تبتدي تطلع الأسنان برضو بنكمل بالقطنة دي لغاية لما يبتدي السنان تكمل وتظهر، ويبتدي هو حتى لو يلعب بالفرشة بحيث تبقى عادة عنده. تمام. يبقى في تعود على ان هو والام ممكن بعد كده في الاخر بتبتدي هي تعمله بالفرشه، لانه التحكم عنده بيبقى لسه ضعيف. الفرشه حتى من غير معجون خالص. بعد كده بنبتدي نستخدم معجون اسنان اطفال، لان هو ما يقدرش يتحكم، هيبلع المعجون. معجون اسنان الكبار مفيش منه هيضر، لكن معجون اسنان الاطفال مش هيضر حتى لو بلعه، وهو وارد طبعا ان هو يبلعه. وهل مهم يا دكتور يتم استخدام فرشه ايضا مخصصه للاطفال، يعني تكون طبعا صغيره ليها حجم وتصميم خاص بالطفل. تمام. طب الاسنان اللبنيه دكتور امتى بقى بتغير نفسها، يعني امتى بقى الاسنان اللبنيه بتقع وتطلع مكانها الاسنان الدائمه؟ هو طبعا في رينج كبير هنا عندنا حسب يعني كل طفل. لان معدلات النمو عندنا مختلفه. وبالتالي ده نوع من النمو. الاسنان بتبتدي من 6 سنين لغاية 8 و9، بعض الأطفال بيوصل لغاية 9 ويبتدي التبديل في السن المتأخر ده. في بيبتدي قبل 6 كمان، بس ده قليل. بيبقى بدري قوي ان هو يبدل سنانه. وكل سنة وكل ضرس ليه ميعاد. بعض الناس يقولوا لك احنا خلعنا سنة وما طلعتش، لا، هي ليها ميعاد هتطلع فيه. مش معنى ان انا خلعتها النهارده يبقى السنة لازم تطلع. ناس كتير بتقلق من ان السنة ما طلعتش، لا، السنة
ليها ميعاد محدد هتطلع فيه. تمام. طب دكتور بالنسبه للسنان اللبنيه اللي ممكن تقع قبل ميعادها، يعني نتيجه مثلا ان الطفل اصطدم في حاجه فالسنه اتكسرت اتخلعت، الاجراء اللي المفروض يتم عشان احافظ على مكان السنه دي واحافظ على شكل الفك يكون سليم، نعمل ايه؟ هو الاول طبعا احنا لو الكسر نقدر ان احنا نعالج ده افضل طبعا. لكن في بعض الحالات بيبقى الكسر شديد فما نقدرش ان ايه نعمل اي تغيير في السنه دي وبنضطر نخلعها. فخلعناها بنعمل حاجز مسافه وده اول مرحله من مراحل التقويم. ده بنسميه تقويم وقائي. ان انا بحافظ على المكان عشان ما يحصلش تشوه والسنان تطلع في مكان غير مكانها الطبيعي. تمام. لكن لو ما اتعملش دكتور حاجز المسافه ده هيسبب ان ممكن سنان غالبا يعني تطلع في اماكن سنان تانيه. تمام. طيب ايه يا دكتور يعني علامات بقى ان السنان عند الاطفال هتبدا تطلع بالنسبه للاطفال بقى الرضع اللي هم لسه صغيرين خالص، الام تعرف ازاي ان الطفل ده هيبدا يسنن؟ هو مهم جدا ان الام تاخد بالها لان هو بيبتدي الاول الطفل اللثه يبقى فيها زي تورم بسيط واخد شكل السنه. فتبتدي هي تعرف ان السن بس برضه بتاخد وقت عما بتطلع. هي بتبقى مستعجله، طب ظهرت اهي في لسه ما طلعتش ليه؟ لا هي بتاخد وقتها عما تطلع وبعد كده بتطلع السنه وتاخد وضعها الطبيعي. تمام. طب دكتور يعني في حاله ان تورم اللثه هل الام ممكن تستخدم بعض المرطبات للثه في الفتره دي؟ هو في الغالب بيحصل تورم خفيف ما بيبقاش في مشكله، لكن لو اللثه قويه والسنه مش قادره ان هي تطلع منها بتبقى تورم جامد وبيبقى في لون ازرق في اللثه، في الحاله دي بيبتدي الدكتور يتدخل وبيشق اللثه والسنه تطلع. تمام. احنا معانا الحقيقه سؤال من زمايلنا في الاعداد بيسالوا عن معدل استخدام معجون الاسنان تحديدا للاطفال الصغيرين، يستخدم كم مره؟ وحضرتك قلت طبعا ان في معجون اسنان مخصص للاطفال. بالنسبه للاطفال بنستخدمه 3 مرات. ثلاث مرات في اليوم؟ 3 مرات بعد كل وجبه؟ يعني الاطفال بنهتم شويه لان هو استخدامه هيبقى اقل. في الكبار بقى مرتين الصبح وبالليل كل 12 ساعه لان البكتيريا بتتكون كل 12 ساعه. تمام. لكن في الاطفال بنزود شويه عشان العنايه اكتر. جميل. دكتور جمال، تسوس الاسنان من اكتر الامور الشائعه جدا عند الاطفال نتيجه طبعا تناول الحلوى بشكل كبير، وممكن يكون ما فيش برضو رقابه على ان تكون في يعني غسل دائم للاسنان، حضرتك شايف ازاي ممكن نقي اطفالنا من يعني تسوس الاسنان؟ هو طبعا للاسف في التغذيه بين الوجبات ده منتشر جدا اللي هي الحلويات، وده عادة طبعا سيئة وبتعمل لي مشاكل كتير. فطبعا العناية بالأسنان بطريقة، عشان كده احنا قلنا 3 مرات، لأن الطفل هياكل كتير وهياكل حلويات وهيعمل مشاكل. وبرضو المياه الغازية ليها تأثير سلبي جدا على الأسنان بالذات لو كتير. لو الطفل بيشرب كميات كبيرة نقلل، احنا مش بنقول نمنع لكن نقلل ما يبقاش معدل كبير. على الاقل يا دكتور في فترات الليل يعني في المساء ما يبقاش في تناول للمياه الغازيه، وايضا الحلويات ما تبقاش بكثره عشان ما يبقاش مجال لنمو السوس في الاسنان. وفي ملحوظه برضو داخله في التسويس دلوقتي، عندي الام ليها دور كبير في التسويس اللي بيحصل، لان هي وهي حامل بتبتدي تاخد كالسيوم وحديد وتهتم كويس قوي. بعد ما بتولد ما بتهتمش خالص بالكالسيوم والحديد، فتيجي في الولاده الثانيه يجي الطفل عنده نقص في الكالسيوم في السنان يا اللبنيه يا المستديمه حسب حظه في النقص جه امتى. فيحصل مشكله، دي مشكله كبيره، ان طبقه المينا بيبقى فيها نقص في الكالسيوم ونسبه كبيره من التسوس بيبقى ده سببه. وبتبقى اسنان معينه، مش كل الاسنان، الاسنان اللي اتكونت في فتره النقص بتاع الكالسيوم. طب هل يا دكتور يعني في ناس طبيعه اسنانها بتبقى ضعيفه او المينا بتاعت الاسنان بتبقى ضعيفه جدا، اللي هو في عوامل وراثيه؟ يعني في عوامل وراثيه الموضوع ده شويه، في عوامل وراثيه وفي عوامل بقى ان الام نفسها يبقى عندها الكالسيوم ضعيف فيبقى البنى نفسه بتاع طبقه المينا مش جيد. جميل. طب دكتور الاطفال اللي ممكن يكونوا محتاجين لتقويم، ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الطفل محتاج ان يتعمل له تقويم، وانواع التقويم اللي موجود دلوقتي الحديثه بالنسبه للاطفال؟ هو اسباب التقويم
يا اما برضو في عامل وراثي، ان الفكين ما يبقوش بنفس الحجم، في اختلاف بين حجم الفكين. الحاجة التانية ان عامل وراثي برضو ان يبقى في اختلاف بين حجم الفك وحجم الاسنان. جميل. فيحصل تزاحم او يحصل اي مشاكل في ظهور الاسنان. الحاجة التانية العادات الغير صحية، ان الطفل يحط صباعه في بقه، يمص شفته، الببرونة، الحاجات دي كلها، كل العادات دي مؤثرة في شكل الفك وانتظام الاسنان. يعني دكتور الببرونه ممكن تكون من فعلا احنا من بنسمع اسباب. الموضوع ده، احنا كامهات بنسمع ان الببرونه لو طفل اتعود عليها ممكن تعمل مشاكل في الاسنان، تعوجات في الاسنان. بالذات الببرونه اللي بالشكل الاعتيادي القديم بدا يظهر حاجات يبقى متطوره تاثيرها شويه. اقل، لكن ليها تاثير برضه. برضه. طب دكتور لو هنتكلم عن التقويم بشكل عام، يعني اي انسان هل في اي عمر ممكن الواحد يعمل تقويم، ولا في سن محدد ما نقدرش نتعداه بقى؟ كل حاله بيبقى ليها وضع مختلف عن التانية. يعني احنا عندنا التقويم بنقسمه تقويم وقائي، تقويم تدخلي، وبعد كده التقويم بقى اللي هو للاسنان المستديمه يعني. فالتقويم اللي هو بنبتدي بيه في سن الاطفال الصغيره ده للوقايه من ان هو يبقى حاله تقويم فعلا. منها ان احنا بنحط حاجز المسافه عشان نحفظ المكان للسن اللي طالعه عشان ما تطلعش في وضع غلط. الحاجه الثانيه ان احنا بعض العادات مثلا بنعمل جهاز عشان نمنع ان الطفل يحط صباعه او شفته او كلمة. في اجهزه عشان تمنع ده. بعض الاطفال بيتولد عنده بعد التبديل يعني بيبقى عنده الاسنان الاماميه مفتوحه، برضو دي ليها جهاز عشان نحاول فراغات يا دكتور بين الاسنان، الاسنان فوق وتحت بينها مسافه قد تكون قليله او كبيره. تمام. فهو بيقفل سنانه على الضروس اللي ورا واسنانه القدامانيه مش قافله، في مسافه مفتوحه. تمام. ففي جهاز برضو بيعالج ده. طب احنا بنشوف في اطفال صغيرين من عمر صغير، يعني من بدايه ظهور الاسنان عندهم وطلوع الاسنان، بنلاقي في فراغات كده صغيره بين كل سنه والتانيه. ده جميل ده طبيعي جدا. يا دكتور ده ولا؟ جميل جدا. حتى الام بتبقى متخوفه تقول ايه، وانا ابني او بنتي هيطلع عنده فرق في اسنانه؟ لا ده بالعكس، لان حجم الاسنان اللبنيه صغير وحجم الاسنان المستديمه كبير. طيب. فحتى لو النمو اقل مما احنا محتاجينه الفراغات دي عادل الفرق بين السنان المستديمه واللبنيه مع النمو. لو النمو قليل برضه هنا الفراغات دي هتفيدني. جميل. يعني هي حاجه مفيده بالعكس مش مضره. طبعا. تمام. طبعا. طب دكتور الاطفال طبعا معروف ان هم بيتحركوا كتير وبيتخبطوا كتير، لما يحصل ان طفل لا قدر الله اتخبط وحصل كسر في سنه معينه سواء من الامام فوق او تحت، التعامل معاها يكون ازاي؟ هل في طرق العلاج ولا لازم تتشال السنه وتحط مكانها سنه ثانيه؟ هي السنه لو اتكسرت بنشوف الكسر، معدل الكسر قد ايه. يا اما بيبقى بنكمل السنه بحشو تجميلي، لو السنه العصب بتاعها اتكشف يبقى بيتعمل لها حشو عصب ونكملها. في بعض الحالات السنه بتقع كامله. في الحاله دي بنحفظها. لو حطها في بقه طبعا الطفل ممكن يبلعها، لو حطها في بقه ممكن تحط في لبن، يعني بيحتفظ بيها ويروح لطبيب الاسنان بيتعامل معاها ويعالجها ويرجعها مكانها تاني. تمام. يعني ليها حل، مفيش مشكله يعني. ان امكن ان هي يتم معالجتها بشكل يعني نفس السن اللي وقعت دي بترجع تاني وتاخد وضعها ومفيش اي مشكله فيها. تمام. من الحاجات اللي شائعه برضو في السن الصغير ان الطفل لما يبدا يحس ان في ضرس او سنه بيتلخلخ شويه يقوم شده، هل ده يا دكتور ممكن يشوه شكل السنه اللي هتطلع فيما بعد ولا ملهاش علاقه؟ يعني كنا دايما نسمع ان امهاتنا تقول لنا ايه، سيبوا الضرس او السنه لما تقع لوحدها، محدش يشد سنته، بس في اطفال طبعا بيبقوا اشقياء شويه بيقوموا عاملين كده وشادين السن. لا هي مش هتاثر كتير، لان هو مش هيقدر يشدها الا بعد تاكل الجدر بتاعها. فهو مش هيقدر يشيلها الا لما تكون وصلت لمرحله ان هي ممكن تتشال. لكن هي الفكره بس ان بعض الاطفال بيخافوا، فانا بحب ان هو يستنى للاخر عشان لما يشيلها ما توجعوش، فيحس الموضوع سهل، لان العامل النفسي في الاطفال مهم جدا. طب. وللاسف احنا مش بنراعي ده،
يعني كتير من الاباء والامهات رايح لطبيب الاسنان عايز يخلص، انا عايز اخلص كله النهارده وامشي، فده مش صح. يعني انا الطفل بحب ان هو يجي اول مره بيلعب ويصاحب الدكتور، والدكتور يحاول يعمل ان هو عمل حاجه هو ما عملش حاجه، وتاني مره لغايه ما الطفل يبتدي يعتدل مكان ويبقى الناحيه النفسيه عنده ما فيهاش يعني مشكله. مهم نراعي قوي الحاله النفسيه للطفل، خصوصا مع دكاتره الاسنان، خصوصا ان احنا الكبار ما بنيجي رايحين دكتور السنان بنبقى برضو هو الكبير مشدودين بيخاف شويه. نتيجه لانه هو يا سمع يا شاف موقف معين فاثر فيه. جميل جدا. طب دكتور بشكل عام بنشوف ان يعني الناس اللي بتبقى عايزه تحافظ على الشكل الجمالي لاسنانها بيبداوا يشتروا بعض يعني الخامات او معجون الاسنان اللي هو خاص بتبييض الاسنان، وده ما اكثره منتشر جدا في المحلات والهايبر ماركتس. اضرار ده ايه؟ وهل في منها انواع ممكن تكون مفيده وانواع ضاره ولا لا؟ لا، كلها مضر، لان هي بتعتمد على الخشونه والاحتكاك. فانا بعمل احتكاك على طبقه المينا بخربش طبقه المينا دي وما تفضلش بطبيعتها. هيلاحظ المريض اللي بيستخدم الحاجه دي ان هو بعد كده بيحتاج كتير ان هو يعملها. يعني هو بيبتدي سنانه كان شكلها كويس بس فيها شويه صبغات خفيفه، بدا يستخدمها بقت شكلها حلو، خلاص بقى اسبوعيا او كل اسبوعين بيستخدمها ما يقدرش يتوقف. لكن حضرتك بتنصح كل المشاهدين ان يعني يتم استبدال استخدام يعني هذه الحاجات المستخدمه المبيضات الاسنان دي، ان احنا ممكن يعني يتم عمل زياره لطبيب الاسنان بطرق حديثه جدا، ممكن يتم طبيب الاسنان، هي هتكون مكلفه اكتر ولكن هي امن. بالظبط بالظبط. طب ايه الجديد يا دكتور في تبييض الاسنان دلوقتي؟ هو تبييض الاسنان هي ماده بتتحط بتعمل تفريغ للصبغات من طبقه المينا. يعني العظم تكوينه زي انابيب، فالماده دي بتسحب الصبغات بدون تاثير على طبقه المينا. فاذا كانت نوعيه الماده دي نوعيه جيده من شركه كويسه بتبقى نتائجها ممتاز. يعني في اكتر من نوع للمادة دي دكتور؟ في نوعيات طبعا فائقة الجودة وفي نوعيات بتكون رديئة شوية. تمام. من المشكلات اللي بيعاني منها كتير من الناس طبعا تسوس الاسنان، وبيروحوا للدكتور بيحتاجوا انهم يعملوا حشو وتنظيف والكلام ده، هتكلمنا عن الجزئية دي وانواع الحشو برضو، هل في منه انواع طبعًا ولا لا؟ طبعا الحشو طبعا في النوع اللي هو الحشو البلاتين، طبعا هو شكله غير مستحب اللي هو الفضي. الحشو ده هو اقوى لكنه شكله مش حلو، وبدا يبقى في كلام عن الزئبق. الجديد دلوقتي هو الحشو اللي هو الكومبوزيت اللي هو حشو ابيض مستديم. ده الافضل. ده دلوقتي هو المنتشر اكثر واللي الناس بتحبه، شكل السنان الطبيعيه. وفي انواع كويسه منه وبدا يعيش فتره، كان الاول بيبقى ضعيف، دلوقتي بقى فيه امكانيات وبقى فيه نانو تكنولوجي، يعني بدا يبقى فيه تطوير للخامه كبير، وبالتالي بقت فتره معيشتها بتبقى طويله. يعني بيستمر الحشو مع الانسان فتره طويله شويه، ما يتكسرش بسرعه. ده ممكن نستخدمه للاطفال يا دكتور؟ بيستخدم للاطفال، ما فيش منه مشاكل. هو في نوعيه معدله منه للاطفال. يعني الاطفال بيبقى ليهم نوعيات خاصه شويه. طب دكتور يعني التطور بقى الحديث واستخدامات الليزر، هل الليزر ليه استخدامات في مجال طب الاسنان ولا لا؟ الليزر ليه استخدامات كتير. هو لغايه دلوقتي الليزر بيستخدم في، يعني التبييض بيستخدم فيه الليزر، جراحات بيستخدم فيها الليزر، الالام اللي بتيجي في المفصل بيستخدم فيها الليزر، حاجات كتير. هو ميزته ان هو الالتئام بيبقى سريع، الدمويه ما بيبقاش فيه دم بينزل كتير نتيجه لان هو بيقفل الشرايين، فهو نتائجه افضل كالتئام. ولكن هل استخداماته بتكون مكلفه ولا هي نفس هو طبعا الجهاز نفسه مكلف واستهلاكاته مكلفه اكيد. اكيد. ولكن هو بيبقى فيه نسبه يعني جوده شويه في الاستخدام، النتيجه بتبقى احسن طبعًا وامن طبعًا الى حد ما. في بقى الليزر اللي هو بيستخدم بدل ماكينه الحفر للحشو بس هي لغايه دلوقتي نجاحها مش عالي. يعني موجود
لكن في تطوير وفي ابحاث يعني تم استخدامها بس لسه فعاليتها ما ظهرتش قوي ولذلك ما انتشرتش على مستوى العالم بالصوره الكبيره. احنا دايما دكتور يعني اي حد بيبقى رايح لعياده دكتور الاسنان بيبقى مهتم قوي بنظافه العياده وبالتعقيم والاجهزه اللي موجوده والحقن المستخدمه نصيحه حضرتك لكل شخص هيروح العياده ازاي يقدر يحكم على ان المكان ده فعلا مجهز ومعقم وان الطبيب ده عنده امانه فعلا في استخداماته لهذه الادوات. هو الموضوع طبعا هو صعب ليه؟ لان هو مش هيتابع مراحل لكن هو بيشوف مستوى النظافه العام. بيبان طبعا دلوقتي ما اعتقدش ان في طبيب ما بيستخدمش جوانتي، ما بيغيرش الكوبايه، ما بيعملش جهاز، لكن هو اجهزه التعقيم للاسف في انواع موجوده غير كافيه للامان التام، يعني هي اجهزه تعقيم معترف بيها لكن مش كافيه. دلوقتي بدا يبقى في تطوير في اجهزه التعقيم عالي جدا، ففي اجهزه التعقيم درجه الامان فيها اعلى كتير، لكن هو طبعا مش هيقدر يعرف ده، لكن هو في نظره عامه مؤشرات كده بتدل يعني بيشوف تغيير الادوات، الادوات جديده مغلفه، يعني الشكليات العامه. نعم دكتور، يعني في النهاية أنا بشكر حضرتك على وجودك معانا، ودائما فقرة حضرتك بتكون فقرة مميزة وبنستفيد منها جدا، وبنبقى محتاجين وقت أطول عشان نتكلم أكتر وأكتر عن الأسنان وكيفية العناية بالأسنان. أنا بشكر حضرتك جزيلا دكتور جمال محفوظ الجيار أستاذ طب وجراحة الأسنان، شكرا لك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لختام حلقة النهاردة، بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وغدا إن شاء الله انتظروا فريق عمل جديد وحلقة جديدة وساعة صبحية.